يوشو هو شغال في شركة يابانية مهتمة في صناعة الأكل اللي يعيش لفترة طويلة، والأكل هذا ممكن يستفيدون منه ناس كثير زي في الإغاثات، في اللي يروحون رحلات. يقول سمع عن الشرق الأوسط وسمع عن الحج والعمرة في السعودية، يحسون إنه هذا المنتج حقهم اللي يعيش لفترة طويلة ممكن يساعد الحجاج والمعتمرين إنهم يستفيدون من هذا المنتج. يقول إلى الآن يعني يومين، الآن باقي يومين، فإلى الآن أنا ما أعرف كيف يكون المعرض، لكن إن شاء الله بعد ما أشوف اليومين الباقية هتأكد إن شاء الله إذا كان المعرض يعني استفدنا منه أو يستاهل القدوم من اليابان للسعودية. 今回この展示会にお邪魔することができて、私も商品を皆さんに紹介することができたと思っています。またあと2日間残ってますから、一生懸命やって、なんとかビジネス、新たなビジネスが捕まるのを発見できて頑張りたいと思います。どうもありがとう。